أيبك يا خانم؟ ما كتير معي وقت بالي بيك، بدي إلك شغلة. شوفي سكر الباب. وين بدها تكون؟ سلطانة ناهد دوران حطت وراي جواري، بصعوبة لقدرت أهرب. ليش؟ شو اللي صاير؟ مو شافتنا سوا؟ أكيد بتكون شكت. طيب هي شو قالت؟ قالت ممنوع أني أحكي معك. قلت لها سلطانة ليكون في شكوك حوالي، جاوبتني لا، بس بجوز أنه في حدا يفهمنا غلط. مظبوط، معها حق. أصلاً هذا كان لازم يصير من زمان. بس يا أيبك يا خانم، أنت مو قادرة تقتنعي قديش الموضوع خطير.